عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل لكم حلقة جديدة من ماي واي، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. دلوقتي انا معايا منتجات ماي واي وكلكم بتحبوها، زي ما قلت لكم عليها عرض جديد. ودلوقتي ومعانا مجموعة جديدة من كيرا كيور بالكرياتين، وديكي دي يعني جميلة جدا، واي بنت صغيرة بتحبها خالص. واللي عايز برضو شعر ينعم الشعر كده يبقى عسل. دلوقتي انا معايا حمام كريم، هو حمام الكريم دي حتى معايا حمام الكريم ده كيرا كيور الكرياتين. ده حمام كريم بالكرياتين برضو اهو، تغذية الشعر ماشي. ومعانا تاني حاجة لوشن الشعر. اللوشن ده جميل جدا برضو بالكرياتين شامبو ماشي. معانا شامبو حلو جدا، ان شاء الله هيعجبكم اهو. يقروا ماشي. ومعانا تاني حاجة هنا، بعد ما تروحوا الحمام ويبقى شعركم ناعم بعد، وبعد كل حاجة، وبعد ما تغسلوه ناعم وشعركم تدهنوا الكريم ده وتحطوا له اللوشن وكل حاجة، بعد أول لما يجف نشبيه بيبقى كده ملولو وحش حاجة غير طبيعية. بعد كده هنحط له اللي هو الكريم ده كيرا كيور بالكرياتين برضو ماشي، لتغذية مكثف الشعر، بيقلل التموج. يعني انت لو شعرك عامل زي الكلي بيخلي الكلي ده يهدى، يقلل التموج هو ماشي. ومعانا ده بلسم شعر جميل جدا برضو، اقول لكم شي يعني عليه اهو، بصوا بلسم برضو. هي كل المجموعة من كيرا كيور كرياتين من ماي واي اهو، بلسم كيرا كيور بالكرياتين برضو، منع للتموج برضو، التموج، تغذية مكثفات الشعر، المكثف الشعر بيخليه كده تخين. ومعانا دلوقتي ايه ده برضو للشعر، برضو من كيرا كيور كرياتين، اللي برضو تغذية الشعر ومكثف الشعر وحلو قوي ماشي اهو اهو. ده سيرم للشعر برضو، لما تغذية الشعر، لما برضو الشعر برضو هو شعر متواب اللي زي موج البحر ده، خلينا ناعم حرير زي البنوتة كده الحلوة اللي عايزة شعرها طويل وينعم يستخدمه. معانا ده بولا ده جميل جدا برضو، جميل ومغذي برضو، يفرز الشعر و يعني هو الأجمل واحد فيهم ده برضو، زيه بالظبط بس حلو جميل، ويمنع تساقط الشعر برضو. ودلوقتي خلصنا الفيديو، بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعل الجرس، ووصل الفيديو ده لمتين ألف لايك. ولو بتحبونا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ووصل الفيديو لمتين ألف لايك، وحبوا ماي واي وروحوا ماي واي واشتروا منها كتير جدا جدا. ودلوقتي مع السلامة، باي.